النهارده كان تاني حاله لطفله جميله بريئه، يعني براءه الملائكه، من طبعا بتعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي. امبارح تم حقن العيال، النهارده في طفله جديده بيتم حقنها في معهد ناصر، بعد طبعا ما تم استيفاء كل الاجراءات والكشوفات طبعا والتحاليل الخاصه بيها، وده طبعا العلاج الجيني اللي دخل ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لعلاج مرضى ضمور العضلات. بنتكلم وفقا لما ذكرت وزارة الصحة، عدد الحالات اللي تم استقبالها بالعيادات اللي خصصت لاستقبال مصابي الضمور الشوكي من الأطفال على مستوى كل محافظات مصر، بنتكلم على 1740 حالة راحت. الحالات دي مش كلها عندها ضمور عضلات، فبالتالي اتعمل لهم فحوصات إكلينيكية الفحوصات الجينية والبيولوجية والحاجات التفاصيل دي كلها، تم تحويل اللي تم تشخيصه بضمور العضلات الشوكي وملفه الطبي جاهز، اتحول إلى اللجنة العلمية العليا عشان تقيم الحالة وبالتالي تاخد العلاج. والنهاردة كان الحالة الثانية، عقبال إن شاء الله كل الأطفال اللي منتظرين هذا الحقن بالعلاج الجيني. لليوم الثاني على التوالي تواصل المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلي للأخذ بيد الأطفال المصابين بمرض الضمور العضلية الذين قضوا من العيال ما يكفي من آلام الإصابة بمرض ضمور العضلات ليخطوا خطواتهم الأولى الآن للشفاء. المركز بيستعد لاستقبال باقي الحالات، احنا دول حالتين الجرعتين اللي قلنا، حقنا حالة امبارح وحالة النهاردة، وفي انتظار وصول جرعات تانية من أمريكا هنبدأ تباعا، لأن هو مركز مستقل، فهنبدأ تباعا كل ما تجينا جرعات هنبدأ نحقن للأطفال اللي اللجنة العليا نظرتهم وحددت ملائمة حالتهم الصحية لتلقي العلاج. تم تخصيص 24 عيادة لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال، وكذلك تخصيص 3 مراكز لصرف العلاج للمصابين، وهم مركز بمستشفى معهد ناصر وآخر بمستشفى الجلاء، بالإضافة إلى مستشفى عين شمس الجامعية. موجود 3 مراكز على مستوى الجمهورية، مستشفى معهد ناصر ومستشفى عين شمس ومستشفى الجلاء العسكري. مضاعفات المعروفة للحقنة إن هي وظائف الكبد بتعلى شوية، صورة الدم ممكن تتغير، الحاجات دي كلها بنتابعها دوريا، يعني الطفل بيجي معانا كل اسبوع مره لمده 3 شهور بنتابع معاه الحاجات دي كلها، بيعمل التحليل ده كل اسبوع بنطمن عليه. على ان ادراج العلاج على نفقه الدوله هو انتصار كبير لمعاناه الاسر خاصه، وان تكلفه العلاج قد تصل الى 3 ملايين دولار سابقا لعلاج الحاله الواحده. من مصر ياسمين جبريل.